الملك هو اللي كان مور هذا الشيء، هو اللي لعب واحد الدور مهم، وهذا الدور هذا اللي لعبه هو ماشي لصالح الصحراء المغربيه، ولكن لا ننسى ابدا لان الناس يقولوا خمم في الصحراء المغربيه ونسى القضيه الفلسطينيه، لا ما ننساهاش. احنا شفنا الديكلاراسيون اللي عاد خرجت، اللي عاد خرجت اليوم والبارح، واللي تنتكلموا دائما، هي كان عنده ذاك الهاتف تليفوني مع ترامب توت سويت من بعد، قبل بعد في الحين عيط لمحمود عباس، وشنو قال له؟ قال له احنا انا كرئيس القدس لانه هو اللي راسه، هو اللي عنده واحد الدور مهم في الجامعه العربيه والاسلاميه، تبين بانه انا معمرني نخلي الفلسطينيين. واللي شفنا الملوك كلهم اللي دازوا في المغرب، لا محمد الخامس والحسن الثاني ولا محمد السادس، اليوم تدافعوا على القضيه الفلسطينيه، وحنا ما عمرنا نساوها، ودائما تدافعوا عليها، والمغاربه ككل والاحزاب ككل والمجتمع ككل. واللي عجبني البارح هو استقبل ذاك الناس، المستشار الامريكي كوشنير، واستقبل ذاك الاسرائيلي، واستقبل الناس الاخرين، ولكن قال لهم احنا عندنا القضيه الفلسطينيه ما عمرنا نساوها، هي من القضيه كالقضيه الصحراء المغربيه. اذا هذا مهم بزاف، ولكن انتصار كبير. انت علاش انتصار كبير؟ لانه القضيه الفلسطينيه شحال هذه وحنا فيها؟ 1973 اللي كانت المسيره الخضراء ديال المرحوم حسن الثاني، وحنا تندافع عليها، وتقدمنا شويه، ولكن اليوم نقولوا هذا السنتين الاخيرتين ملي دخل المغرب دخل افريقيا، لانه ما نساوش كان واحد النجاح في افريقيا دبلوماسي مهم بزاف، وما كاين بعض الناس اللي ما خموش في الرؤيه ديال صاحب الجلاله والعمل اللي قام به، كان مهم لانه دول افريقيا تبدلت النظر ديالها. كاتب الدول كنا خارج الميدان، كنا تنخليو الافارقه ديال اللي بغاو والبوليزاريو والجزائر ديال اللي بغات، ولكن ملي دخلنا في قلب افريقيا المنظمه الافريقيه خدمنا فيها، لعب واحد الدور مهم للمغرب، واصدقاء كانوا عندنا مخبيين، وعندنا واكتسبنا اصدقاء اخرين في هاد في افريقيا، واصبح الدور ديال المغرب ماشي فقط دبلوماسي، هو ثقافي، هو اقتصادي، وهذا الشيء كله لعب واحد الدور لنجاح المغرب ونجح في القضيه الصحراويه. وشفنا كثير من البلدان اللي تيجيو يحلوا قنصليه في المغرب، ولكن هذا الشيء اللي وقع في امريكا مع الرئيس ترامب هو واحد النجاح اللي ما كناش نخيلوه، ما كانت يخيلوا حتى واحد. امريكا الاهميه ديالها والعظمى ديالها اقتصاديه والسياسيه، شنو قامت واعترفت بالصحراء المغربيه، هذا مهم بزاف، وقالت باش نحل واحد القنصليه في الداخله ولا وهذا شنو تبين؟ اكثر من هذا قالت ماشي ندخل دابا ونمول وندخل اكثر من 3 مليار ديال الدولار اللي ماشي يكونوا باش يمولوا واحد المشاريع تما. هذا انتصار عالمي، لانه تيشوف البلدان الاخرى كاين دابا الدول الاوروبيه ما قدروش يزعموا هكا، ولكن ماشي بداو يزعموا من بعد، قالوا بانهم متفقين مع هادشي اللي وقع مع العلاقه الدبلوماسيه مع اسرائيل، ولكن تيتخوفوا وتيقول لك حنا كاين مازال الامم المتحده، ولو في الامم المتحده، لان امريكا تتعب واحد الدور مهم في الكونسيل سيكوريتي، هي من الناس من الدول اللي تتوقف الاشياء ولا تنجحها، عطات واحد الدفعه كبيره للمغرب، وهذه الدفعه هذا نجاح دبلوماسي مهم بزاف. الا والمغاربه متيقنين بهذا الشيء، وحنا كأنا كمغربي متيقن بانه الملك ما عمره يتخلى على القضيه الفلسطينيه، والشعب المغربي والاحزاب والنقابات والمجتمع المدني ما عمره يتخلى عليها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.